الاهلي كسب ازاي النهارده؟ الاهلي يعني ايه كسب. ابرز اللقطات الفنيه اللي توضح لنا ازاي الاهلي تفوق على مودرن فيوتشر؟ بص، الاهلي منضبط تكتيكيا بقاله فتره طويله، دفاعيا وتنظيميا. ولما نقول احنا ليه قلنا مروان النهارده كان مميز، او ليه مروان كان لعيب مهم في النادي الاهلي، لان هو بيلم بقى المشاكل كلها في نص الملعب. لو مروان مش كويس، او دايما سته مش كويس، يعمل لك ازمه في نص الملعب ويعمل لك مشاكل كتيره جدا. فعندنا حالات كتيره جدا النهارده، شكل الاهلي الدفاعي، الشكل الهجومي، الهجمات، الفرص، الحاجات اللي في حاجات، بعض الحاجات سلبيه طبعا هنتكلم فيها برضو، ولكن بنتكلم على التنظيم وعلى الشكل هجوميا ودفاعيا. النهارده اهم من اللي احنا هنتكلم فيه لقطه ان امام كان بيلعب ناحيه اليمين النهارده. ليه لعب ناحيه اليمين؟ وجهه نظري انا، ما اعرفش طبعا التفاصيل وهو كان بيفكر في ايه، ولكن اللقاء اللي قبل كده امام كان بيلعب ناحيه الشمال، والهدف اللي جابه ناحيه الشمال، فكان التركيز كله في الاتجاه ده عند معلول في الجنب اللي هو اللي فوق هناك. راح هو عامل الماتش ده، راح جايب امام فين؟ ناحيه اليمين طول الوقت. هنا بقينا بيهاجم من ناحيه اليمين، حتى الشوط الاولاني غالبا 90%، مع ان امام دايما اغلب شغله كله من ناحيه الشمال، ناحيه الشمال وافضل ليه شمال. ايوه، يعني لما يروح ناحيه الشمال بيبقى اخطر. ولكن في اللقاء ده هتلاقيه الشوط الاولاني كامل هنا ناحيه اليمين. تقريبا فرصه او تحرك لا مركزيه عملوها مع بيرسيتا ومع كهربا، دي الكره الوحيده، ولكن طول الوقت هو بيلعب ناحيه اليمين. ليه برضه بيلعب ناحيه اليمين؟ لان يعني جوناثان هنا مميز جدا هجوميا، دفاعيا مش افضل حاجه. فبرضه يترمي فين؟ في ظهره. الحاجات دي انا اتوقع ان هو يعني كانت مدروسه وكانت محسوب نعمل له حساب كويس قوي. فبالشكل يعني او اول كره عندنا هنا، بص المسافه هنا، بص 3 على 2 ضامنين وسايبين المساحه في ظهرهم. جوناثان فين؟ اللي عليه الدايره هنا. هو عنده مشاكل دفاعيه، عنده مشاكل دفاعيه كتير، فتلاقي دايما المساحه في نص الملعب. الربط هنا دايما كان طول الشوط الاولاني الربط بين امام وبيرستاو كتير جدا طول الوقت عنده، ولكن بيرستاو اختار برضه قرار صعب. انا دايما بقول لازم تستنى الفرقه تطلع عشان يبقى عندك عدد كافي ان انت تفنش بشكل كويس، ولكن شوطها ضعيفه في ايد الحارس، فما ما كانتش فرصه خاطر قوي. اللي بعدها مروان، زي ما احنا بنتكلم، مروان مميز قوي في الكور القطريه دي، هو وهاني على فكره. بالظبط. ثانيه واحده، بص امام فين؟ ايوه، طول الوقت امام فين؟ شغال على خط، على خط. سايب نص الملعب، لان انا بقيت عندي، انا بلعب، انا الاهلي شكله ثانيه واحده بيلعب 2-6، كوكا ومين؟ ومروان دايما هم اللي ثابتين، وامام عنده حريه شويه، بس كانت الحريه دايما ناحيه اليمين، فكان عامل لك خطوره. دايما هتلاقي الثلاثه ده، هاني وبيرسيتاو وامام، عاملين مشاكل، والشوط الاولاني غالبا كله فين؟ ناحيه اليمين، ناحيه اليمين. فكان الاهلي مركز هنا بشكل كويس، حتى الهدف اللي جه بعد كده جه برده من هنا. اللعيبه فيوتشر كلهم موجودين، ولكن برضو الثلاثه في الاهلي واقفين، مفيش مراقبه يعني بمعنى اصح للعيبه هنا. الكره دي على فكره، الكره دي على فكره لو كان جا جول من كهربا كان هيبقى واحد من الاجوال حلوه قوي 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 قوي. بس يعني هي فيها مشكله. ثانيه واحده، لو كهربا اشول هتروح زي ما انت عايز. أيوة. ليه؟ اتجاه الكره هنا، فلما بتبقى كده انت رايح لها. مظبوط. لو العكس الناحيه الثانيه هتبقى عايز تبقى يعني التفاصيل بقى اللي هي الحاجات دي بتاعت هو هنا لو بيلعب بشماله هتروح كويس قوي، ولكن هي الجمله كلها هنا المفروض لو بيمينه توديها هناك، مش في الزاويه، هي عايزه من هنا فتروح في اتجاه رجله. انما هنا هتبقى صعب قوي. كمان خلي بالك الباك ورد بيفرق في ايه؟ لو رجلي ثابته وطالع بواحده بس مش هتروح بقوه ابدا. عشان تروح بقوه لازم الاثنين في الهواء. صحيح. وتعملها كده. صحيح. بتضربها يعني. مظبوط. تفرق في الاثنين، بتفرق. هنا ما راحتش اقوى حاجه، ولكن الجمله كانت كويسه. انا بقول لك المساحات الضيقه بتاعت النادي الاهلي كانت مميزه جدا النهارده. خدت بالي من حاجه، ان حسين الشحات كان رتم اداؤه النهارده اصعب في الشوط الاولاني. ايوه بالظبط. يعني ما بيقفش على الكوره كتير. بالظبط. ما مش عايز يرقص على طول، دايما كان بيبقى واحده يعني رتم لعبه اسرع بكتير النهارده. شويه بس دخل في واحده. هو طبيعه. ايوه. يعني انت عارف، انت طبيعتك غصب عنك بتجبرك ان انت تعمل حاجه انا متعود عليها، ولكن في المجمل لا، كان مميز جدا النهارده، من الناس اللي فرقت جدا مع النادي الاهلي في الشكل المباراه يعني. أيوة. شكل الاهلي دفاعيا. يلا بينا. 2-4-6 في نص الملعب. ايوه. ده وقت الاهلي بقى بيضغط فين؟ في التلت اللي فوق، عشان ما يديش مساحات، ما تطلعليش وتضايقني فوق، فبدات اضغط. بص هنا، 2 بيضغطوا على 2، 1 مع 1، 1 مع 1، 1 مع 1، 1 مأمن هناك. فاحنا ما عندكش حلول، كمل. بص، 1 هنا، 2 3 4 5 6، بنضغط فين؟ ايوه. بص نهايه الهجمه. ما عندوش حلول.
عشان انت عامل ضغط ضغط عالي فانت مش عامل له مش هيعرف يتصرف عنده عنده مشاكل كتيره جدا ان هو يقدر يطلع بالكره من تحت في الحته الهجوميه. دي برضو كره تانيه تحضير الاهلي الاثنين هاني بص هاني بقى فين وامام فين لا مركزيه في الجزء ده سواء سواء هاني اللي هاني اللي داخل جوه بالظبط كده هاني بيدخل جوه وامام بياخد وبريستو بيلعب في الحته اللي فوق. هاني على فكره مميز قوي في الكره دي خلي بالك بس دي. نرجع بس تاني معلش هاني مميز جدا الفتره هاني ممكن ما يبقاش لعيب جماهيري انما لعيب تكتيكي عالي جدا زي ما احنا بنيجي نتكلم بوقت كتير بتنتقد النني ولكن هو لعيب تكتيكيا لا ما يعني ما فيش مدرب يقدر يستغنى عن فكره في الملعب وهاني في الفتره الاخيره نموذج بص المنظر هو هنا داخل كانه هو في نص الملعب لكن هو مكان امام بص في امام جاي فاضي ثانيه واحده لو بصيت هنا ارجع بقى ثانيه ارجع بس خطوه اوريك حاجه بسرعه كمان 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 خطوه كمان خطوه بس بص راس الحربه هنا يا ابراهيم بص السردباكات فين ايوه تعرف المسافه دي قد ايه لا يمكن تكون مساحه ضغط ولا مسافه تقدر تقطع منها الكوره هتتضرب هتتضرب في اي وقت ايوه وده اللي حصل كمل بص واحد على واحد هناك حط واحده لمسه واحده ايوه واحد على واحد هيعمل لك مشكله ده اللي الاهلي بيشتغل عليه معظم الوقت ان انت يخلق لك مساحه واحد على واحد ضغط امام هنا ثانيه واحده عشان هنا دي لقطه مهمه جدا امام تقريبا 60 70% هو بيلعب راس حربه تاني امال ايه اللي مش عاجبك في امام النهارده كنت بتقول لا دي لقطه لقطه كده انا عايز انا دايما اللعيب اللي بيبقى عاجبني او انا بشوفه حاجه كبيره اللقطه الصغيره بالنسبه لي كبيره فدايما هتلاقيني بنتقده هو كمان من المنصوره عندنا فانا مش هسيبه يعني انا بشوفه لعيب مهم فلازم الحاجات الصغيره بقى اللي انت بتعملها بيجي لك وقت النشوه بقى الكعب بقى والحاجات لو بطلها وبدا ما بتشوفهاش بره بتلاقي دايما مركزين مركزين شغل 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 فانا عايز يوصل الحته دي تفرق معاه كتير قوي بيطلع دايما من نص الملعب يكمل ضغط فوق عشان ما يقدروش يحضروا في شكل الاهلي 4-4-2 في حالات كتيره جدا تلاقي امام حتى الشوط الثاني هتلاقي طول الوقت هو سايب وطالع سايب وطالع وعندك اثنين اصلا موجودين ثابتين ما عندكش مشكله في ان الاثنين تكتيكيا برضو مروان وكوكا نموذج في حته الضغط وحته الترحيل وحته الكره السهله فمش عامل لك مشاكل كتير انما لو انت عندك لعيب بشوف ان ديانج مثلا ممكن ما يبقاش تكتيكيا اعلى حاجه فتلاقي امام دايما جنب ديانج مش احسن حاجه هتلاقي دايما نص الملعب تحسه فاضي او تحسه في مشاكل